تحية للناس ديال هنا والناس ديال الخارج والناس اللي كانوا في قطر. المهم كنشكرهم بزاف على الدعم اللي دعموا المغرب، وواحد قضية وحدة اللي انا فرحان ليها بان خصهم يديروا واحد الراية، يوحدوا الراية العربية ولا هذه، يديروا واحد الراية تقريبا موحدة. والحمد لله احنا فرحانين بالمنتخب ديالنا. واني كاين واحد القضيه اللي بغيت نهضر عليها، هي نهار تغيير ديال الخطه. نهار غير الخطه، نهار خسر 2-0، كان يبقى في الخطه ديالو كما بدينا المونديال، يعني الخطه ما تغيرتش من الاول ديالها حتى للدومي فينال، عاد تغيرت الخطه. وكان واحد القضيه اخرى، تنشكر الركراكي وكنشكر الدراري كاملين على تبارك الله عليهم وتقاتلوا، وشكرا، كنشكر كل شيء، تبارك الله عليكم. وكنقولوا المنتخب شكرا على هادشي اللي داروا لينا، وصلونا بعدا حتى للدومي الفينال، هادشي ما موالفين واش حنايا. كنشكروا المنتخب على هذا الاداء ديالو المشرف، راه اداء مشرف الحمد لله. كنشكروا وليد الركراكي حتى هو تبارك الله عليه، وهادشي ما كان ديال الكره، ما عندنا ما نديرو، مره علينا مره معانا مره علينا. كيفاش المقابله ديال اليوم؟ اليوم لعب المغرب مزيان، هو الدوزيام ميطا لعب مزيان، ريا بريمير ميطا ما الاداء ما كانش هو هذاك. وتالي فوط كانوا عندنا بزاف في اللور، ما عندنا ما ندير، ما ديال الكره، هذا هو الروح الرياضيه ديالنا. واخا خسرنا ماشي مشكل، وصلنا للنصف النهائي واخا تقصينا ماشي مشكل، احنا فرحانين وديما فرحانين واخا خسرنا ماشي مشكل. مقابله زوينه، ضيعنا بزاف الفرص كثار، ضيعنا شحال من حاجه، دوك اللاعبين ضيعوا بزاف، كنا نقدروا نديروا شي حاجه ولكن ماشي مشكل. تفاجئنا كما تفاجئ العالم كامل بهذا الاداء البطولي اللي داروا المنتخب الوطني. الحمد لله على منتخب مزيان، شرف الكره المغربيه والافريقيه وكره شمال افريقيا، والحمد لله الله يسهل الامور، وان شاء الله البطوله الجايه ونتلاقاو في الكوب دافريك.